وبركاته. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الأمسية الجميلة. النص بعنوان تائه مكسور، وهو من قصيدة التفعيلة الشعر الحر. على ضفة من ضفاف الغرام أهيم، وأجرح روح السكون بليل الأنين ليل الكئيب. على ضفة من ضفاف الغرام أهيم، وأجرح روح السكون بليل الأنين ليل الكئيب. وروح الشرود بصوت صراخي نداء الذي يتردد بين جدار من الأمل المتشائم خلف المجاز، وبين جدار الحقيقة خلف الكلام. نداء الذي يتردد بين جدار من الأمل المتشائم خلف المجاز، وبين جدار الحقيقة خلف الكلام. وما زلت أطعم نار الحنين رفاتي، فتشتعل الذكريات الجياد لهيبا يدبب شكي وخوفي وشوقي إليك. وما زلت أطعم نار الحنين رفاتي، فتشتعل الذكريات الجياد لهيبا يدبب شكي وخوفي وشوقي إليك. ولا شيء غير البكاء ألوز به، ولا شيء غير البكاء ألوز به، مثل أي غريب رمته الحياة بعيدا بلا سفن تحتويه ولا وطن أو خيام. مثل أي غريب رمته الحياة بعيدا بلا سفن تحتويه ولا وطن أو خيام. وأغمض عيني على دمعة مرة تحرق الروح، وتوقظ ما احتضنته الجروح الطويلة من أرق غارق في المنام. وأغمض عيني على دمعة مرة تحرق الروح، وتوقظ ما احتضنته الجروح الطويلة من أرق غارق في المنام. وأفتحها عن ضباب كثيف يضم المسافة ما بيننا ثم يطوي الطريق. وأفتحها عن ضباب كثيف يضم المسافة ما بيننا ثم يطوي الطريق، ويتركها هوة للهلاك لينحتها الحب جسرا عميقا، فلا الضوء يخطو عليه ولا الظلمات، ورفرف من فوقه عالم للسلام.